ابتسام العروسي في مغامرة جديدة إلى جانب صناع المكتوب. خليني نروح براسي. تعيد نادية العروسي للمنافسة الفنية. ابتسام تسكت، لا تجزع من جرحك، وإلا فكيف للنور أن يتسلل لباطنك. اتهمت بالتطفل على الإعلام. صباح منشويخ في مرمى الانتقادات. رجوى الساهلي تنهار بالبكاء، والسبب قطتها. بعد ساعات من طلاقها، هانا الزاهد تتلقى عروض زواج. بسبب البعد، فؤاد قبيب يعبر عن اشتياقه لزوجته. نرجس الحلاقة تفاجئ جمهورها بشكلها الجديد. سحر الصديقي تبدع في مسلسل إلى ضاق الحال. حرمان سميرة البلوية من الفيزا يخرجها عن صمتها، فما هو السبب؟ السلام الله عليكم أيها الطيبون والطيبات، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن، وجمعة مباركة لكل المتابعين الكرام. قبل البداية دائما نبدأ بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أشعلت الفنانة المغربية ابتسام العروسي حماس جمهورها ومحبيها بعد إعلان خوضها لتجربة جديدة في عالم التمثيل يبدو أنها مختلفة عما سبق لها أن قدمته عبر الشاشة الصغيرة. وتقاسمت العروسي صورة لها عبر خاصية القصص القصيرة لحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام. ظهرت من خلالها بتسريحة شعر مختلفة اختارتها لتقديم دورها في مسلسل جديد سيحمل عنوان بنت الحي. هذا العمل سيجمع العروسي بكل من الممثلة فاطمة الزهراء بن ناصر والشابة سلوى زرهانة، وسيكون من إنتاج صناع المسلسل الرمضاني المكتوب. وأرفقت بطلة فيلم كوكو البنات الصورة بتعليق جاء فيها: شخصية جديدة، بداية مغامرة جديدة. حرصت الفنانة المغربية نادية العروسي على تشويق جمهورها بخصوص أغنية جديدة تستعد لطرحها خلال القادم من الأيام على قناتها الرسمية بمنصة رفع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وشاركت العروسي الملصق الرسمي لعملها الجديد الذي سيحمل عنوان خليني نروح براسي مع متابعي حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي بالإنستغرام، وعلقت عليه قائلة: ودائما تحت طلب جمهوري الغالي، انتظروا يوم الجمعة على الساعة 6 مساء أغنية توب ستايل كيعشق المغاربة بزاف. وتابعت ذات المتحدثة: في نظركم من خلال اللوك اللي درت، شنو اللون اللي غادي نكون درت؟ توقعاتكم. واعتمدت المغنية المغربية في البوستر تسريحة شعر مختلفة ولباس عصري منسق بين اللونين الأبيض والأسود. أثارت الفنانة المغربية ابتسام تسكت الجدل إثر مشاركتها تدوينة عن الجرح عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام. وشاركت ابتسام تسكت صورة عبر حسابها الخاص أرفقتها بتدوينة على الانستغرام تضمنت: لا تشجع من جرحك، وإلا كيف للنور أن يتسلل لباطنك. وفي سياق منفصل، وجهت الفنانة المغربية ابتسام تسكت رسالة خاصة لصديقات طفولتها عبر حسابها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي بالإنستغرام من أجل العثور عليهن. ونشرت الفنانة ابتسام تسكت منشورا عبر خاصية القصص القصيرة بموقع الإنستغرام تعلن من خلالها عن محاولتها العثور على صديقتي طفولتها. تلقت اليوتيوبر المغربية صباح منشويخ انتقادات لاذعة بعد إعلان تمثيلها على المغرب كسفيرة للكونغرس العالمي للإعلام في نسخته الثانية المقامة في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات. وتقاسمت منشويخ مجموعة من الصور التي وثقت حضورها لهذا الحدث العالمي، تقاسمت مع متابعي حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي بالإنستغرام الأمر الذي جعلها في مرمى الانتقادات. وشدد عدد
العدد من النشطاء على أن اليوتيوبر المغربي لا علاقة لها بالإعلام، وهناك أسماء أخرى رائدة في هذا المجال كانت أحق بتمثيل المغرب في هذه التظاهرة، عكس بن شويخة التي تعد متطفلة عليها كونها اشتهرت بقناتها على منصة اليوتيوب من خلال توثيق روتينها اليومية. وجاءت التعليقات أسفل صورة بن شويخ كالتالي: هي ممثلة والمحتوى ديالها ماشي إعلامي، يعني ممكن تمثل المغرب في تظاهرات خاصة بالمحتوى اللي كتقدم ولا بالمهنة ديالها، أما ممثلة المغرب في الكونغرس العالمي للإعلام بعيدة كل البعد. ما فهمتش علاش بلا ما يجي شي واحد يقول لك حسد ولا بغى الخير، حنا ما حسدناهاش، بغينا ليها التوفيق في داكشي اللي كدير وكتعرف ليها، أما الإعلام عنده ناسه. فوجئت المؤثرة المغربية رجوى السهلي بوفاة قطتها التي أعلنت رحيلها صبيحة اليوم عبر خاصية أسطوري على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام. وأطلت رجوى السهلي على متابعيها وهي تبكي معلنة وفاة قطتها، وهو الفيديو الذي جرى لاحقا تداوله عبر بعض الصفحات الخاصة بأخبار الفن والمشاهير عبر تطبيق الإنستغرام. وكانت رجوى السهلي تبكي بشدة بسبب موت قطتها بعدما صدمت سيارة، وطلبت سائقي السيارة ألا يقودوا بطريقة وحشية. وهاجم بعض المتابعين الفنانة المذكورة متهمين إياها بالمبالغة في الأمر، مما دفع متابعين آخرين إلى الدخول على الخط والدفاع عنها، مبرزين أن مشاعرها صادقة وبأن فراق الحيوانات الأليفة صعب ومؤلم وشبيه بفقدان شخص من العائلة. تلقت الممثلة المصرية هنا الزاهد عرض زواج من طرف فنان كويتي شهير، وذلك بعد ساعات من إعلان خبر انفصالها بشكل رسمي عن زوجها الفنان المصري أحمد فهمي. وأبدى الفنان الكويتي أحمد النجار رغبته بالزواج من هنا الزاهد بطريقة ساخرة بعدما علق على خبر طلاقها عبر موقع إنستغرام ب أنا موجود إن شاء الله. يذكر أن الممثلة الشابة هنا الزاهد أعلنت مساء يوم الأربعاء عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام خبر طلاقها بعد مرور 4 سنوات عن زواجها. وكتبت هنا الزاهد: الحمد لله تم الانفصال رسميا بيني وبين أحمد بعد جواز 4 سنوات، وربنا يكتب اللي فيه الخير. عبر مهندس الديكور فؤاد قبيب عن اشتياقه لزوجته الموديل المغربية ابتسام بطمة بسبب عدم تواجدها بجانبها، ونشر فؤاد قبيب مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي بالإنستغرام ظهر وهو يغني فيه لزوجتها ابتسام بطمة، أرفقه بتعليق توحشتك. وتفاعلت الموديل ابتسام بطمة مع مقطع الفيديو الخاص بزوجها وكتبت: أنا غدا جاية حتى أنا توحشتك. يشار إلى أن الموديل المغربية ابتسام بطمة خطفت أنظار متابعيها قبل أيام في أحدث ظهور لها بالقفطان المغربية. فاجأت الفنانة المغربية نرجس الحلاق أخيرا متابعيها بشكلها الجديد، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام. وشاركت نرجس الحلاق عبر خاصية القصص القصيرة مع محبيها النيولوك الخاص بها بعدما اعتمدت قصة شعر طويلة مع لون أشقر فاتحة، وذلك بصالون الحلاقة الخاص بها. حري بالبيان أن الفنانة المغربية نرجس الحلاق احتفلت الأسبوع الماضي بعيد ميلادها 38، وذلك حسب ما أعلنت عنه عبر حسابها بالإنستغرام. وشاركت نرجس الحلاق تدوينة عبر خاصية القصص القصيرة تعلن
من خلالها عن دخولها لسنة جديدة وتضمنت التدوين ما يلي. اليوم تزادت ماركولي فرحانة اليوم كملت 130 عام كلها حياة زوينة وصاخبة بالأحداث. بغيت نكتب لكم هادشي باش على الله نسهلها على شحال من واحد كيعاني من شي حاجة متقلع عليه في هاد اللحظة وكيحس باللي الحياة قاسية عليها. بغيتك انت اللي كتعذبك دابا شي حاجة تفكر واخا غير دقيقة ففكرة وحدة عرفتي شكون معك فبحال هاد اللحظات اللي كتقول ما معايا حتى حد. أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأداء الممثلة المغربية سحر الصديقي في مسلسل إلى ذاق الحال الذي يعرض حاليا على القناة الأولى. وطلت سحر الصديقي على جمهورها مساء يوم الأربعاء من خلال بطولة مسلسل جديد بعنوان إلى ذاق الحال يحمل طابعا دراميا وهو من إخراج مراد الخوضي. ويناقش هذا العمل الدرامي مجموعة من الأفكار والظواهر الاجتماعية التي يعاني منها شريحة مهمة من المغاربة بشكل يومي في قالب درامي مليء بالمشاعر والأحاسيس المتنوعة. ويجمع هذا المسلسل قائمة طويلة من ألمع نجوم الساحة الفنية المغربية على رأسهم كل من الفنانة دنيا بوطازوط وزهيرة صادق رفقة كل من خديجة عدلي وفريد أبو عزاوي وخديجة علوش. وفي فئة الشباب انضمت الفنانة ماريا نديم وصوفيا شرف لقائمة فريق العمل بالإضافة لكل من عزيز داداس وعزيز حطاب. عبرت الإعلامية المغربية سميرة البلوية عن غضبها في مقطع فيديو شاركته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي بالإنستغرام عقب حرمانها من تأشيرة السفر لألمانيا. وطلت مقدمة برنامج صباحية دوزيم على متابعيها بمقطع فيديو عبر حسابها بموقع الإنستغرام تعرب من خلاله عن استيائها من رفض إعطائها تأشيرة السفر لألمانيا من أجل عمل خيري. وأوضحت سميرة البلوية أنها قدمت جميع الوثائق المطلوبة بهدف الحصول على شيرة، إلا أنه تم اتهامها بالكذب بشأن الوثائق، الأمر الذي أثار غضبها قائلة 48 عام وحاجة. وأشارت الإعلامية سميرة البلوية أنها كانت تنوي السفر لألمانيا من أجل حضور أمسية تضامنية مع ضحايا زلزال الحوزة الذي ضرب عددا من مناطق المملكة ليلة 8 من شتنبر المنصرم. مش خبركم لاباس عليكم، أنا دابا في لوتوغوت ديال الرباط كازا بيان سور جي خديت الحذر ديالي وشديت لي مير ودير لي فو دي تريس تنهضر معكم وشوي انيرفي ما تنخرجش بزاف بحال هكا اون ديريكت. مي هذه المره بغيت نخرج اون ديريكت باسكو انكور اون فوا جي دوموندي لو فيزا من الالمان اون لا ريفوزي انا ولادي اون لا ريفوزي سو لو بريتيكست كو لي دوكيومون لي حطيت نو سون با كريديبل. Ils ont mis en doute ma crédibilité, ma sincérité et la véracité des papiers que j'ai présentés. Normalement, je devais partir en novembre lors de la soirée Tadamounan Ma'a Nas Dil House, d'Irha Dr Hamdouchi, Francfort. Et j'ai tous les papiers signés par l'association, par tout ce qu'il faut. J'ai les papiers de deuxième, tout ce qu'il faut. Et on m'a refusé parce que, apparemment, je mens. 48 ans, haja, faut que vous sachiez, et je mens. Ça, je ne l'accepte pas. Et je ne permettrai pas qu'on me traite de menteuse. Donc, je vais faire le nécessaire parce que j'exige des excuses d'abord, avant le visa. Voilà, j'aubouni, ogululi raikum, ushma khasni ndir. Merci les amis. إلى هنا نكتفي بهذا الحد وأقول لكم شكرا على حسن انتباهكم وإلى فيديو لاحق بإذن الله. إلى اللقاء.